طيب الآن أمامكم أعزائي صحيح مسلم بطبعة بتحقيق الشيخ مسلم عثمان السلفي الأثري وبتحقيق وبتقديم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي المجلد الثالث دار الخير. في المجلد الثالث أعزائي في صفحة أو كتاب الوصية رقم الحديث 21 من حديث 1637، في هذا الحديث الرواية عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال قال رسول الله ائتوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. إذن يعد هذا الكتاب لعله من أقدس الكتب التي كان يريد رسول الله أن يكتبها. إنه جزم بعدم الضلال. فقالوا أحسنتم، باعتبار أنه ينفي الضلال الأبدي عن الأمة التي هي الغاية الأساسية من بعثة الأنبياء والمرسلين. فقالوا إن رسول الله يهجر، والهجر أعزائي هو الهذي، يعني أن كلامه متوازن أو غير متوازن، أنه حق جميعه أو ليس كذلك، لقد يختلط مع كلامه ماذا غير الحق أيضا. الرواية الثانية، هذه الرواية تقول فقالوا، من الواضح أن الذين قالوا كانوا مجموعة من الذين حضروا ذلك المجلس. النقطة الثانية أو الحديث الثاني، الرواية لما حضر رسول الله، يعني احتضر رسول الله، لما حضر رسول الله وفي البيت رجال فيهم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده، فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد غلب عليه الوجع. إذن التعبير الأول أن قال بعضهم يهجر، التعبير الثاني قال بعضهم ماذا غلبه الوجع. وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت، مراد من أهل البيت يعني أولئك الذين كانوا الحضور، أحسنتم، فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، يعني صار في داخل البيت ماذا اصطفاف، صار اختلاف، صارت جبهتان، صار اتجاهان، صار خطان. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله قال رسول الله قوموا، قال عبيد الله اللي ينقل الرواية عن عبد الله، فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الاختلاف واللغط صار سببا لمنع ماذا؟ لمنع رسول الله أن يكتب الكتاب. هاي الرواية هنا. والرواية الثانية أعزائي وردت في مسند الإمام أحمد المجلد الثالث صفحة 409 أعزائي، مسند الإمام أحمد بأشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، المؤسسة الحديثية أو الموسوعة الحديثية. الرواية أعزائي مفصلة، الرواية رقم 1935. الرواية طويلة، قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه وقال مرة دموعه الحصى، قلنا يا أبا العباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله وجعه، فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما شأنه رسول الله اللي ده يقول ائتوني بكتاب، هل هو انتهت مهمته؟ لا، هل هو سوي أو اختلط أمره؟ أهجر؟ قال سفيان بعض الأعزة بالأمس، قال في اللغة العربية الهجر لا يدل على نقطة سلبية،
انظروا إلى الراوي اللي هو حدثنا سفيان، الراوي يقول قال سفيان يعني هذا، هذا مو بعد أقول يعني الراوي للحديث ده يشرح ماذا؟ ده يشرح معنى هجرة يعني الهذي، يعني الخروج عن الوضع الطبيعي. وقعا لساني لا يسمح لي أن أقول كلمة أخرى. قال استفهموا، شوفوا ماذا ده يقول، هذا أصلا ملتفت ماذا ده يقول. أنتم ماذا إذا 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 وقع أو شككتم أن شخصا سوي أو اختلط عليه الأمر تحاول ماذا؟ كأنك تستفهم منه، تسأله مرة مرتين لتراه أنه سوي أو اختلط عليه الأمر. يقول استفهموه، فذهبوا يعيدون عليه. كان الله في قلب في 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 ساعد الله قلب رسول الله أن خيرة أصحابه وأعيان أصحابه وهو في أخريات حياته المباركة بعد ربع قرن من الجهد والجهاد والعمل والتبليغ، هؤلاء علية الأصحاب يشكون ماذا؟ يشكون في رسوله، في رسول الله أنه سوي أو أنه لا اختلط عليه الأمر. بينكم وبين الله، هذا هو الذي يقال بأن كل الأصحاب كانوا عدولا وكلهم كانوا من الأئمة وكلهم كانوا يجب أن يقتدى بهم وكلهم هكذا، وهذا يعني هو الإيمان يعني بعصمة النبي، بعصمة النبي. لا بعد ذلك أكثر من عصمة النبي، يا ريت هاي القضية مو عصمة النبي، وهو أنه النبي سوي أو ليس ماذا؟ ليس شكوا في أنه سوي أو لا. قلت بأن هناك كلمة لا أجرؤ بيني وبين الله لا أجرؤ أن أقولها في حق رسول الله، ولكن هؤلاء من حيث العمل ومن حيث الكلام قالوا أهجر، استفهموه. يقول فذهبوا يعيدون عليه، يعني مو في بينهم الحديث فقط، وإنما ذهبوا إلى رسول الله ليخبروا نحن شككنا في وضعك أنت سوي. فقال دعوني، شوفوا ألم رسول الله، يعني أخرجوا أخرجوا دعوني. فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، إلى أن تقول وأمر بثلاث وقال سفيان إلى فلان فلان. هذا الحديث أيضا في مسند الإمام أحمد.